تقع غابة باينام شمال غرب الجزائر العاصمة، والتي تتربع على 590 هكتار، والتي لا تزال تهدي للناظر صورا طبيعية لا مثيل لها. تعد غابة باينام من أكبر الفضاءات الخضراء مساحة، التي تتوفر عليها ولاية الجزائر العاصمة، والتي تكسوها أنواع كبيرة من الأشجار والنباتات، وعلى رأسها أشجار الصنوبر الحلبي والكاليتوس. فبجمالها وسحر اخضرارها وبأشجار الكاليتوس العالية وتشكيلة متنوعة من الأشجار التي قيل إن العديد منها بعد من أنذر الأشجار في العالم، وبموقعها المتميز الذي جعلها تطل على عدة جهات ملقية ظلها الأخضر على البحر ليمتزج بزرقة المياه، تهدي غابة باينام لزوارها لوحات طبيعية خلابة رائعة الجمال. تضم هذه الغابة العديد من الأشجار الشامخة المتنوعة كالصنوبر الحلبي والصنوبر البحري والكناريا، التي تنتشر في الغابة على مساحة إجمالية قدرها 275 هكتار، علما أنها تملك 3 بوابات للدخول من بزريعة والحمامات وعين بنيانة، فهي قبلة للعديد من العائلات الجزائرية وحتى بعض الأجانب من عشاق اكتشاف المزيد من أسرار وكنوز الطبيعة والاستجمام، الذين لم ينقطعوا عن زيارة هذا الفضاء الخلاب رغم وضعها الحالي الذي أثر على تراجع عدد زوارها بسبب نقص مرافق الاستقبال والترفيه.